السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس معانا يونت 7 لسن 5 بيج 64. What did you do this morning؟ ماذا أنت فعلت هذا الصباح؟ Tell your friend، أخبر صديقك. Use the words in the box، استخدم الكلمات في الصندوق. طبعا أقول له first، أنا استخدم الكلمات ديت. يعني اول حاجة كده يا اولاد هقول له فيرست، اولا مثلا اقول له I got up، انا استيقظت at 7 o'clock. خلاص، بعد كده اقول له then، ثم I washed my face، غسلت وجهي، حاجة زي كده. هقول له كده after that، after يجي وراها that، يعني بعد ذلك ها I had my breakfast، انا تناولت فطاري. بعد كده اقول له ايه next، ها التالي اقول له كده I wore، ارتديت my school uniform، ارتديت زي المدرسة بتاعي. اخر حاجة finally، يعني اخيرا ها اقول له كده I went to school، اخيرا انا ذهبت الى المدرسة. خلاص، السؤال التاني بيقول لي do an experiment، افعل تجربة. هنا بيقول لي copy the picture on some paper، انسخ الصورة في ورقة. Write your name in the middle، اكتب اسمك في المنتصف. Color the picture، لون الصورة، هنرسمها وهنلونها بعد كده. Cut it out، بعد كده هنقصها. Fold the triangles into the middle، هنتني المثلثات في المنتصف، ده هنتنيه كده، وده هنتنيه، 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 هنتني المثلثات. خلاص، بعد كده بيقول لي put some water in a dish، حط بعض الماء في طبق. carefully put the picture on the water so you can see the triangles، بحرص ضع الصورة في الماء حتى أنت تمكنك أو تستطيع أن ترى المثلثات. هنحط الصورة في المية عشان نقدر نشوف المثلثات. قال لي what happens to the triangles، ايه اللي يحدث للمثلثات. what does it look like، ماذا هي تبدو. هنقول له كأنها وردة، look like a flower، كأنها وردة، او بطر a buffer fish، سمكة منتفخة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.